ونشوف المشكلة وصلت لحد فين. شكرا جزيلا سيادة الوعد الغضبان محافظ بورسعيد. نرجع ونروح على المملكة العربية السعودية وإطلاق مركز اعتدال. When we collect data from different open source blogs and web content and only open source, document it and start analyzing the content. المرحلة الثالثة هي الأداة التي نقوم من خلالها تطوير المحتوى لتوجيه رسالتنا إلى الإرهابيين، وهذا يشمل معلومات وكثير من الطرق التي تسمح لنا بنقل رسالتنا للإرهابيين. أما الشاشة التالية فهي بالأساس آلية، أو دعونا نقول هو مؤشر الإرهاب الذي يسمح لنا بتحديد وتقييم موقع الأنشطة الإرهابية في بعض المناطق، ونحن لا نزال قيد بناء هذا النظام. ثم لدينا هذه الشاشة التي تبين توزيع أنشطة الإرهابيين في العالم والمناقشات في منتديات الدردشة، وهنا لدينا لوحة القيادة لنظامنا الأساسي، وهو عبارة عن نظام متطور يشمل بالأساس بعض النماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تسمح لنا بتحديد الإرهابيين، وهو النظام الوحيد في العالم الذي يحدد الشعور العربي فيما إذا كان مع أو ضد أو يكون حياديا فيما يتعلق بمناقشات الإرهابيين. هذا النظام تم بناؤه محليا ولدينا بعض براءات الاختراع لبناء هذا النظام. وكما تلاحظون النظام يبين مشاركة النساء والرجال وكذلك من هو مع وضد المناقشات. ثم لدينا هذا النظام الكبير الذي نسميه بنظام الرصد الوسطي، يغطي حوالي 100 قناة تلفزيونية، ونغطي أيضا 11 لغة مختلفة، حيث نقوم بتحويل الصوت إلى نص ونترجم النص من اللغة المصدر إلى اللغة العربية، ثم نحفظ النص العربي في قاعدة بيانات كبرى لتحليله فيما بعد. تم بإنشاء هذا النظام على مدى سنتين مع مركز الدراسات وشؤون الإعلام بالديوان الملكي، بناء على مبادرة من صاحب السمو نائب أو ولي العهد محمد بن سلمان. بدأنا هذا العمل قبل سنتين ولدينا نماذج ذكاء اصطناعي كثيرة، ويشمل النظام أيضا بعض المكونات الذكية فضلا عن التعلم بالآلة، حيث أن الآلة تتعلم كيف يمكن التفريغ الأصوات والترجمة على حد سواء. اسمح لي إلى مستر بريزيدنت أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، اسمحوا لنا ندعوكم إلى صورة جماعية. Thank you.
خادم الحرمين الشريفين مستر بريزيدنت أصحاب الجلالة والفخامة والسمو سام. هذا سلمكم الله إحصاء لما تم رصده من أنشطة متطرفة خلال زيارتكم. This is what we have monitored since your inauguration until now as extremist discussions. ما تم رصده يا طويل العمر من أنشطة إرهابية على الإنترنت منذ أن بدأنا منذ أن بدأ دخلتم هنا إلى الآن، رصدناها عن طريق الأنظمة اللي عندنا سلمك الله. هذا كلهم سلمك الله 350 موظف سعوديين يا طويل العمر شغالين في هذا المركز.